السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده كيف ديما. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفي فيديو جديد وشهيوه جديده. هذا النهار غنقدم لكم واحد الشهيوه او واحد العشيوه، يمكن لكم تقدموها عشيوه خفيفه كتجي رائعه ولذيذه، فكتبقى على حسب نتوما الاختيار ديالكم وشنو غتبغيو تصاوبوها. انا غنوريكم الطريقه ديالي باش قدمتها وباش عدلتها، والباقي كيبقى لكم. اهم حاجه هي انني نوصل لكم الفكره. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا صابت لي تيلياتيل بفوي دماغ، احتاجت فيهم فقط الكروفيت والسومون حوت، يعني بواسون سومون او لا حوت سالمون دي بدرتو بالقشطه الطريه، يعني لا كريم فريش بلا صوص بلانش كتجي رائعه. وهنا عندي هاد الميني تورتيا اللي صوبتها غير بالبطاطا، التقديم ديالها كيجي زوين هكا صغورين، كل حاجه صغيره محدقه كتجي صراحه رائعه، ولكن اهم حاجه هي اللذيذه. انا غنوصل لكم الفكره وكذلك نعطيكم افكار واحده اخرى اللي يمكن لكم بها نتوما تشكلوا وتبدلوا بها الروتين اليومي ديالكم. الغزالات ديالي غنمشي معكم للطريقه والمقادير اللي غتحتاجوا لهاد الوصفه. انا عندي هنا 250 غرام من تيلياتيل، هنا عندنا النصف ديالهم مصاوبين بلي زيبينار والنصف الاخر عادي، فهنا كيبقى لكم اختياري، يمكن لكم ديروا اي نوع لي بات متواجد عندكم في الدار، مش بالضروريه انها تكون هاد النوع ديال لي بات فقط. كذلك بالنسبه للمقادير الاخرى، عندي هنا هاد سمك السلمون كيف ما كتلاحظوا معايا، يمكن لكم تعمدوا بالسومون فيمي السلمون المدخن. كذلك عندي هنا الكروفيت، عندي ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم مطحونة، عندي طماطم واحدة صغيرة قطعتها شرائح، طريفات صغار مكعبات صغار، ملعقة صغيرة ديال الزبدة، و 250 مليلتر ديال القشدة الطرية. كذلك عندي هنا ملح إبزار وشوية ديال الزعتر، فقط هادشي اللي كنحتاج فيه. وآخر حاجة غنضيفها هو المقدونس، يعني المعدنوس اللي أنا نسيت ما حطيتوش، فانا كنعاود ناكد فماشي من الضروري انكم ديروا هادشي اللي انا درت هاد النهار، فقط بغيت نوصل لكم الفكره. يمكن لكم تديروا فقط الكروفيت بوحديتو، يعني الجمبري بوحديتو، اولا يمكن لكم ديروا جمبري والكالامار او الكالامار بوحديتو، او يمكن لكم ديروا فقط قطع الدجاج بنفس الطريقه، حتى هي كتجي بالصلصه البيضاء كتجي جد رائعه. ضيفوا عليها فقط شويه ديال الفطر، يعني شويه شامبينيون، فكتعطي لذة لا تقاوم ان شاء الله، حتى هي غادي نجربها معكم مره واحده اخرى. فصافي هنا كيف ما لاحظتوا خديت السلمون ديالي قطعته شرائح مكعبات على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، وتحاولوا ما انكم تردوا مع البال لان كيكون فيه بعد الشوك. هنا ضفت عليه شويه ديال الكروفيت اللي كان عندي، وضفت عليه كذلك ملعقه صغيره ديال زيت البلديه اللي كتعطي واحد اللوغو جد جد رائع. فغنحاول غير نديهم ونجيبهم على ما ياخذوا اللون الذهبي ديالهم، حيت هما ديجا هاد جوج انواع ديال السمك كيكونوا ديجا واجدين، يعني ما كيبغيوش الطياب بزاف، يعني فقط جوج دقائق كانوا واجدين معايا. ضفت لهم هنا طماطم اللي قطعتها طريفات صغار، غنضيف لها الاطرية ديالي اللي هي الملحة البزار والزعتر فقط لزيادة لنقصان، وهنا غنضيف لها كذلك لا كريم فريش يعني القشدة الطرية، وغنضيف لها صلصة الطماطم باش كتشكل ليا صلصة كتولي روزا، يعني بحال لون السلمون هكا كيديروها في المطاعم الكبرى، وكذلك انا جربتها وكليتها في ريستورون ايطاليان، يعني في مطعم ايطالي، وكجات رائعه. من تماك وليت كنقدمها على هذا الشكل، هذا كتعطي واحد اللوغو رائع بزاف وما كتاخذش معكم الوقت بزاف بزاف. فهاد الوصفه هذه يمكن لكم حتى نتوما تجربوها، وانا متاكده 100% انها غادي تعجبكم وما غاديش تستغناو عليها. فهنا من بعد ما غلى الماء ديالي اكيد درت نوع ديال لي بات اللي كي كنقولها وكنعاودها لكم، يمكن لكم تديروا اي نوع متواجد عندكم، ماشي من الضروره انكم تديروا بالضبط هذا اللي درت. في نفس الوقت فانا خديت البطاطا ديالي اللي قشرتها وقطعتها مكعبات صغيره، درتها كتقلى في الزيت مع شويه ديال البصل
وهنا مشيت باش نوجد معكم الخليط اللي غادي نحتاج ان شاء الله باش نخلط البطاطا ديالي او التورتيه ديالي. كيف ما لاحظتوا خديت ملعقه صغيره ديال المعدنوس، جوج ديال البيضات البزار، الملحه، راس ملعقه صغيره ديال لاموطات، وهنا عندي ملعقه كبيره ديال الجبن المبشور او اي جبن عندك او البارميزان، فخلطهم مزيان. هنا كيمكن لكم نتوما كذلك ديروا اي اضافه، يمكن لكم ديروا كاشير او لا الكروفيت مقطع طريفات صغار، كفيته كتسوطيوها وكتضيفوها كذلك معها، كتعطي واحد لوغو جد جد رائع وكتجي زوينه. فهذيك بوحديتها حتى هي يمكن لكم تديروها للعشاء بوحديتها، وكذلك يمكن لكم عوض البطاطا بوحديتها ديروا خضر، يعني كيبقى داكشي اختياري على حسب نتوما الذوق ديالكم وشنو اللي كيعجبكم. صافي، هنا من بعد ما طابت لي بات ديالي تفضفتهم على لاصوص، كنحاول نقلب بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا باش ما كتقطعليش النوع ديال لي بات، وكنخليها فقط واحد جوج دقائق حتى كتشرب ليا مزيان هذيك الصلصه، وكتكون ها هي ديجا واجده معايا. في نفس الوقت من بعد ما سخنت المقلات ديالي فبديت كنشكل على هاد لي ميني تورتيه مساعده بهذا القرص اللي كتشوفوا معايا، عفوا اللي كنحضر به ديما الحريشات اولا لي ميني كريب ولا لي ميني بغرير، وصافي غنخليهم يطيبوا ونقلبهم للجهه الاخرى حتى يوجدوا معايا، وها نتوما تشوفوا الطبله النهائيه ان شاء الله. وهنا غزالتي كيف ما لاحظتوا عشيوتها هي وجدات، وجات على هذا الشكل هذا. نتمنى انكم حتى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده 100% بانها غتعجبكم لانها وصفه رائعه وشديده في الروعه بانكم مذاق جد جد رائع. وانا كيف ما لاحظتوا قدمتها على هذا الشكل هذا، لان صراحه هذه العشيوه كنت درتها في ليله عيد الحب، ولكن تعطلت عليكم شي شويه عند باش حطيت الوصفه، فقط نشارك معكم وصفتي من بعد طلب بزاف ديال الاخوات اللي كيقول لك كيحيروا ما كيعرفوش شنو يوجدوا للغدا شنو يوجدوا للعشاء. كاينين بعض الاخوات اللي يلاه تزوجوا اولا مقبلات على الزواج كيعجبهم الطبخ ما يكونوش هي داكشي طبخ مغربي، يعني باش يكون عندهم افكار جديده اللي كتعطيهم شويه ديال الانرجي من هنا للقدام، ويكونوا حتى هما كيفكروا ويعرفوا شنو يوجدوا، يعني ما يحيروش في الطياب. فالغزالات ديالي ما نطولش الفيديو، غنخليه حد واحد هنا. نتمنى الوجبه ديال هاد النهار او الشيوه ديال هاد النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش كيف ديما باللايك والاشتراك بالنسبه للاخوات اللي عند غادي يشوفوا الفيديو اول مره، وكذلك تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، ونقول لكم فرجه ممتعه والى الوصفه الثانيه.